أقول لكم إنه كابتن خطيب بيهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الأهلي لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي اختتمت فعالياتها بالكونغو قبل قليل، وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال المشوار البطولة، وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني، واستحقوا اللقب عن جدارة بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات، مشيرا إلى أن هذا التتويج والذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحملهم مسؤولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم والوفية التي تستحق أن يبذل أو أن يبذل الجميع قصارى جهده لإسعادها. دي كانت تهنئة كابتن خطيب لفريق اليد وأبطال اليد أبطال إفريقيا اللي فرحونا النهاردة، فرحوا جماهير النادي الأهلي بالفوز وإضافة لقب جديد وبطولة جديدة، بطولة قارية جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي.